رجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم للويكاند. بالنسبة اللي ما بدوش الحلقة من الأول نقول لهم راكم فاتوكم برشا مواضيع مهمة، دونك ما عليكم كنت تدخلوا للباج الويكاند على الفيسبوك وإلا قناة التاسعة باج التاسعة وإلا على اليوتيوب وتتفرجوا في اللي فاتكم. أما راهو مازال ما فاتكم حتى شيء، خاطر بعد شوية عنا مواضيع أخرى باش نتناولوها في حلقتنا اليوم للويكاند. ونهزكم زادة فرد مرة، أنا جيت نهزكم للبون زافير نتاع اليوم اللي باش يجينا من عند ليبرتا فواياج. كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول libertavoyage.com. دونك مع ليبرتا فواياج تسافر ومن غير ما تخمم، على خاطر بمناسبه العطله المدرسيه الربيعيه عندكم باك برانتون ليبرتا رحله او رحلات لتركيا، ثلاثه رحلات واللي هما من 17 حتى كشي ل 23 مارس، ومن 20 حتى كشي ل 26 مارس، وزاد كيف كيف عندنا من 22 حتى كشي ل 27 مارس، 6 ليالي و7 ايامات لاسطنبول وسبانجا المعشوقيه. وكالعاده مع ليبرتا فواياج ادفع دينار والباقي على 8 شهور بالتخصيص. وسعر الرحله هذه او الرحلات الثلاثه هذه باش يكون انطلاقا من 1,949 دينار فقط، وما تنساوش التخصيص اللي هو على 8 شهور مع ليبرتا فواياج. ما ننساوش حاجه اخرى انه رحلتها الكل ليبرتا في اتجاه تركيا باش تكون مع تركيش ايرلاينز، وعندها زاده كيف كيف برشا دلال 3 اكسكورسيون ديما موجودين في رحلاتها، دونك ثلاثة رحلات ترفيه أو رحلات ترفيهية أون جينيرال مع ليبرتا فواياج. مش هذايا برك اليوم عنا في ليزوفر الباهيين، عنا زادة كيف كيف إنه بعد عامين من تعطل العمرة أو من تعليق العمرة، رحلات ليبرتا فواياج نحو العمرة رجعت. ديما فما ثلاثة رحلات اللي هما أحد اثنين وأربعة، وحطت ليبرتا فواياج على ذمتكم ثلاثة برامج للعمرة. فما عمرة الرفاهة إي بلوس اللي هي 7 ليالي في المدينة المنورة في نزل من اليوم العقيق من فئة 5 نجوم، وهذه على بعد خطوات من الحرم المدني. وعنا زادة كيف كيف في مكة فندق سويس المقام في أبراج البيت والمطلة مباشرة على الحرم المكي الشريف. الرحلة هذه أو البرنامج هذه سعره باش يكون ابتداء من 3,999 دينار، طبعا المعتمر الواحد، والغرفة باش تكون رباعية. نمشيو البرنامج الثاني واللي هو برنامج الرفاهة اي ايش فيه، في 7 الليالية في المدينة المنورة في فندق كونكورد دار الخير واللي هو على بعد خطوات من الحرم المدني الشريف. في مكة زادة كيف كيف عندنا فندق سويس المقام في أبراج البيت والمطل مباشرة على الحرم المكي الشريف من فئة 5 نجوم. الأوتيل هذية سعر الرحلة أو سعر البرنامج هذية باش يكون ابتداء من 3,799 دينار للمعتمر الواحد، والغرفة كالعادة تكون رباعية. ونختمه بآخر برنامج واللي هو برنامج العمرة الجيم، عمرة الرفاهة الجيم الشيئة فيها 7 الليالي بالمدينة المنورة بفندق الحياة الذهبي بعد 5 دقائق سيرا على الأقدام من فئة 5 نجوم، و7 الليالي بالمدينة بمكة المكرمة بفندق فجر الربيع 2 من فئة 4 نجوم. وهذه اللوتيلية بعد 600 متر فقط من ساحة الحرم المكي، وسعر البرنامج هذه باش يكون ابتداء من 3,399 دينار طبعا للمعتمر الواحد في غرفة رباعية. وديما كي نقولوا عمرة ما نجمو نقولوا كان ليبرتا فواياج. كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول libertavoyage.com. واحدة تو خلينا نمشيو بحذا الشيف فتحية نشوفوها وين وصلت. شو عندك شيف؟ عندي خيرات، عندي الخير والبركه. هوني عندي البسكويت ليوبار، هو راهو حكايه تكنيك ماهيش حكايه غوسيت، الغوسيت كل واحد عنده البسكويت نتاعو، لكن انا باش نعاود لكم كيفاش نعملوا الغوسيت نتاعو. سهله ياسر، ناخذوا 150 غرام زبده، ماذا بيا انا زبده مريح خاطرها بنينه، خاطرها فيها نكهه بنينه ومعروفه ارتيزانال. نحط عليها زوز أصفر عظم، 100 غرام سكر محور، هذه
نحط الكلها نخلطها مع بعضها، نحط عليها زوز باكويت سكر فاني سمارت شيف، نعمل ثلاثة معناها ثلاثة لا ميم كونتيتي نحسبها ثلاثة مرات، معناها كل مرة نوزن 150 غرام زبدة ونوزن 100 غرام سكر ونوزن نحط الفاني نتاعي، نحط زوز أصفر عظم باش نعمل ثلاثة عجينات، عجينة فاني كما تراو فيها كيما هذه، والفارينة نتاعها فارينة سبيسيال جاتو وردة 250 غرام فارينة سبيسيال جاتو وردة. نعمل ثلاثة عجنات، واحدة فاني وعجينة كاكاو كيما تراو فيها هذه، هاي أمورها واضحة ومزيانة وطرية سوبل ماهيش يابسة، وعجينة بالقهوة ناخذ القهوة الكونسنتري كلي اي نوع قهوه كونسنتري كلي تذوب في الماء باش ما نسيبوش ياسر ماء، نحطوا مغرفتين كبار قهوه، نحطوا عليهم مغرفه قهوه ماء سخون باش ما نحبش الماء معناها يكون برشا ظاهر في وسط البسكوي نتاعنا. هذوما الكل نلموهم ثلاثه عجينات ديفيرونت، معناها كل عجينه وحدها، ومن بعد نجيو نقسموهم أبار إيغال كلهم نقسموهم. مثلا إذا كان إحنا نورمالمون 5 ليوبار ديما فيه برشا فرقة برشا زينات، نقسموها على 5 باستونات صغيرين، كل عجينة تقسم على 5 كعبات. هذوما باش نعمل بهم الليوبار، أنا نجي كما تراو فيها هكايا، فيها تكنيك قلت لكم أكثر منها أكثر منها غسات. نجي ناخو الفتلة الأولى اللي هي الكافيه، نعمل لها فتلة جويدة ما نحلهاش بالكل. نجي الثانية، نجي نخدمها كما تراو هكا، نحلها كيف كيف فتلة في نفس الطول، لكن هذية باش نحلها شوية ونلف فيها الكافي، معناها كل مش اونتيغمون شطر بشطر كيما تراو، نحلها نطرحها شويه ونجي ونحط فيها القهوه. الوغ هذه الفتله الثانيه، خاطر ليوبار الزينه نتاعو ماهيش كيما زينه الحيوانات الاخرين اكل البونتير ولا كل حاجه وزينتها، يلزم تكون فيه أشترة متاع غامقين وأشترة فاتحين كما تشوفوا هكا. نجي للثالثة اللي هي الفاني، ونلف فيها الفتلة الكل ما خليش فيها أكحل بالكل، وقتها ناخو الغولو ونجي ونحل الفتلة متاعي بالقدي بالقدي برولو، وتلف الفتلة كلها كاملة كما باش تشوفوها تو، ما يلزمش الأكحل يقعد لبرا، يلزم تلمها الكلها بال معناها باللون الاصفر هذاك اللي باش يعمل الفورمه البرانيه نتاع ليوبار نتاعنا. الوغ هذه لمها مليح مليح، تشوفوا قداش الماتريال عنده قيمه في الخدمه كيما هكايا، معناها هذوما حاجات يعاونوكم ياسر ياسر اذا كان تهزوا بهم. هذوما نكمل الفهم لي 5 مع بعضهم، ومن بعد نوريكم التكنيك كيفاش باش تولي هي ليوبار وكيفاش تتقص. انا نخلي لكم الكلمه لطون اللي لميتهم هذوما ونرجعوا. توا فهمناك شيفة حياة تسافر في الويكاند تمشي البلد، مشيت للجانجل المرة هذي، مشيت للجانجل زنزبار، حسك مشيت للجانجل شيفة حياة. يعطيك صحة شيفة حياة. أكيد نرجعوا لك من بعد في الفاسوناج نتاع البسكوي نتاعك، لكن قبل ما نمشي مع الدكتور زبير شاطر خلينا نمشيو للفيتير طبعا الخاص بانتر موبل. عن هذا الكل ومن في بليش مرتاحة هذه تقعد 5 عائلات حنينة ومذهبة ذو قرب 20 هذه عمي ما حليها أما هذه اللي اخترناها احلاها
وهي سيدي مرتاحة الحق مرتاحة كاني محشية بريش النعام. أما يا بنيتي ماك تعرف غالي علي وأنا ما نجلش بصراحة. يا تحفونة يا تحفونة مرحبا بك يا سيد فضل. قديش الصالة دي؟ مليون و299. مانيش نحكي على الطاولة نحكي على الصالة. اي مليون و299 كهو. شوف عايش بنتي انا ما نحبش فضليك هاو اعطيني السوم. حاشا بابا هذا هو السوم مليون و299 كهو. كهو؟ اعطيني طوة فاتوتي طوة الخمسة طوة وبيت النوم. بابا هذه بيت النوم اللي اخترناها. ملا خدمة ملا ذوق وملا فينسيون. هذا من ذوق 24 هذا ذوق 58. ملا راحة ملا كونفور. اسمع يا ولدي ظهرني بالكونفور هذايا مش نبدل امك. دونك لازمنا ديما نذكروا انه انتر موبل موجود في 14 نقطة بيع موزعة على كامل تراب الجمهورية من الشمال للجنوب في صفاقس تلقاو حمامات تلقاو نابل تلقاو كيف كيف في تونس موجودين. دونك ما عليكم كان تدخلوا الباج فيسبوك انتر موبل الى لو سيت ويب وتتعرفوا اش عندهم دي برودوي. وما ننساوش انه في كل ويكاند عندهم فونت فلاش على كل نقاط البيع نتاعهم. ملا ازربوا شاك ويكاند وامشيو اعملوا طلة وشوفوا على شنو باش تخلطوا شنو اللي باش تلقاوه الافار اللي باش تلقاوه في الفونت فلاش مع انتر موبل. دونك خلينا توا نجيو دكتور زبير كان تعمل في قالت لك ليوبار وجانجل شي فتحيه. اي 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 مالها بسكوي ميسيل سي بيرمي في العمار الكل ناكلوهم. وحكينا المره اللي في حصه حكينا في اللي هي ولا ها اكل بوليسي وعجبتها خلاص. اي راهي حاجه فيها ماكله تقول لك انا معاك امور هذاك رسمي وصحيح راهو اللي تعمل فيه الشيف فتحيه. وانا ذقت عندي البريفيليج اللي ذقت برشا مرات الحق اول حاجه بنين ثاني حاجه يدل اللي مش هذاك اللي يمشي يسمى العبد راهو الكميه اللي ناكلوها هي اللي تسمى مش النوعيه. والنوعيه اكثر ما تكون متميزه وفيها فينا وكيف وترونيق وحب اكثر ما تكون فيها العناصر هذيك اكثر ما يتشبع اكثر. اما دونك انت تو دكتور حكيت لنا من الاول انه باش نحكيو على تغذيه سليمه او تغذيه صحيه تو ديبون الاعمار او الجنس نتاع البشر كيفاش لا اسكو كل عمر عنده تغذيه لازمها يتناولها الشاب عنده ماكله ياكلها اللي كبير شوي في العمر هكا دكتوره. أيه. انا ما نحبش نقول على عمري راه احنا الاسم وقت اللي كي يخلط الترونش داج نتاعنا احنا نعملوا روحنا ما سمعناش عرفت مش تبعنا. انا الكبيره شويه في العمر انا في الشابيتر غادي نستنى في الشابيتر هذيك. انا اخترت باش نبدا بالصغار ومن بعد نوصلوا للعزايز للشباب ومن بعد لا لا هكا دكتور مازال شباب. احنا احتياجاتنا اون فونكسيون لاج نتاعنا والجنس تتبدل في التغذيه هكا. فما احتياجات تخص الناس الكل معناها مهما كان العمر وفما احتياجات اللي عندها سبيسيفيسيتي معناها حاجات معينه لكل عمر للصغار للرجال للنساء واللي متقدمين في العمر. الخصوصيات العامه العبد باش ياكل ماكله حاجته حاجتين كبار حاجته بالطاقه اللي هما لي ماكرو نيتريمون اللي هما الدهنيات والسكريات والبروتينات يعطيو طاقه للدم وحاجته باللي ميكرو نيتريمون الحاجات الصغار اللي باش ينمو بهم اللي هما الفيتامينات الاملاح المعادن الحاجات هذوك من الكر المكملات من المكملات اللي باش يخدم بهم البدن ويكون في حاله جيده. هذوما الكل نحكيو عليهم معناها الناس الكل لازمهم يكون متوفرين وياكلوهم. بقى بالنسبه للصغار، للصغار عندهم اللي مطلوب انهم يكون متوفر اكثر الحاجات للنمو نتاعهم. يعني يقولوا الصغار حتاكشي للادو حتاكشي للاج دادوليسونس حتى الاخر نمو حتى الاخر نمو معناها يكمل الطول نتاعهم. هذوكم في الوقت هذاك حاجتهم اكثر حاجات للنمو نتاعهم. اللي فيش تمثلوا دكتور الحاجات اللي تعاون في النمو نتاع الصغير؟ الحاجات النمو حتمثل في حاجتين، حاجات اللي فيهم البروتينات واللي فيهم الكالسيوم. النمو راهو الطول يصير عن طريق العظام. كيف جبونات. اي باش يتوال الصغير خاطر العظام نتاعو قاعد يتوال، مكونات العظام برانسيبالمون بالكالسيوم
الكالسيوم باش يدخل ويخدم الدم يلزمو فيتامين دي زاده. الكالسيوم باش نلقاه؟ باش نلقاه في مشتقات الحليب. هذاك علاش لي ريكومونداسيون اللي يلزم ومطالب به الوالدين اللي يهمهم الموضوع اكثر خاطر الصغار مازال ماهمش في الوعي كيما الكبير، اللي يلزم 4 مشتقات حليب في النهار يلزم يكونوا متوفرين. أربع مكونات مختلفين في النهار، يعني حليب ونقولوا جبن جوتا، يعني نجم يكونوا كاس حليب كابتن ياغورت شويه جبن طرف جوتا طرف جوتا جوتا أي دكتور هذوما ألف فوا الأربع ألف فوا ولا نخدم النهار؟ هو في كل وجبة يلزم يكون مكونات داكوغ معناها بوندون لا جورني يلزم الأربع هذوما موجودين مش واحدة تتعوض الأخرى. ليه نجموا يعوضوا بعضهم، هو بالنسبه للصغير سهل على الاخر، فما مجموعات لازم يكونوا موجودين في كل وجبه، مشتقات الحليب، النشويات، سواء عجين ولا خبز ولا اللي هو، والخضر والغلاء او الغلاء معناها او غلاء خضر او غلاء، هذوما لازم يكونوا موجودين في الاربع الوجبات اللي معناها مطالب بهم الصغير، اللي هو فطور الصباح، فطور القائله، لمجه العشيه والعشاء. وفما حاجات من المفروض تكون مرة وإلا مرتين اللي هي الدهنية اللي هي البروتينات سواء حليب العظم الحم حوت الدجاج داند اللي هو هذوما يلزم يكونوا موجودين على الأقل مرة ولا مرتين. نمشيو للترانش داج اللي ما بعد الأطفال دكتور تحسنا باش نبيتوا في الأطفال احنا. ما أنت تزرب الترانش بتاعك أنت. أي صحيح ذاك فهمتني توا. ما بعد الأطفال أنا فوت الأطفال بشوية. الصغار امبورتون على خاطر فما فينومين جديد ويعرفوا الدكتور. لوبيزيتي نتاع الصغيرات. لي بارون يعملوا من ريوسهم دي ريجيم لصغارهم اللي هما ماهمش بالغين. وهذه حاجة مخطرة وهذاك علاش لازمك تتوجه الإنسان مختص. فما دكتور بوزويته فما اللي اكثر من هكاك هو المتراكاج نتاع الانستغرام ونتاع لي ريزو سوسيو يخليهم يحبوا يشبهوا العباد الاخرين دونك والعباد الاخرين بيان سور يحطوا لهم باش ياكلوا وش يعملوا وشنو ما اللي هما يعني ماهمش ناس مختصه لهنا دكتور باش توجه امه ولا توجه صغيره باش يعمل حميه حسب منظورها هي يعني ماهيش كاليفيه لي انستغراموز او لي انفلونسوز او انفلونسور زاده اي يما فينومين قوي ياسر قوي ياسر معناها تو مثلا برنامج كيما هكا علاش فرحان اللي نجي هكا نحكيو خاطر بالمجد فما فينومين معناها قوي برشا ولازم يكون فما شويه وعي ردع زاده حتى عند الصغار اللي فما حاجات نجم تمشي بهم على لبسه على شيخه وي اوكي اما باللي يخص صحتك واللي يخص حاجات اساسيه في حياتك مش معقول دو بريفيرونس لا دونك كما انك صغيرات وندخل في الشباب 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 على الدوام دونك فيهم هذوما بالطبيعه فما الرجال نحدوا الشباب لحتى وقتاش لاجم تاع الشباب الوي خلي واحد يفهم روحه الشباب يبدا واحد يبدا معك انت ويوفا عند صفي دونك يعني انا النهايه لا لا هو بيناتهم يعني انا فحجه ما بعد الكهول بعدي انا بفحجه فسر لي برشا تاويلات عامك هو بيناتهم هكاو يا بي لا حنا نصغر من فيديو يا راو تاني غلطت راك دكتور دونك بالنسبة للعباد اللي كمل النمو نتاعهم فما رجال اللي يهمهم موضوع وفما نساء يهمهم عضلات. الرجال دكتور لهنا ديما يحبوا العضلات والنساء ديما تحب القوام الرشيق واللي هو الصعب وما نحبش نقول السهل الممتنع حاجة صعيبة. صعيبة بشو سلوك كيفك صحيح. بالإغراءات نتاع كل يوم الماكلة البنينة بالشافة تحية اللي موجودة هوني في الكو صعيب اللي بدا عندك قوام رشيق. أي دونك بالضبط وراه الرجال نبداو بهم نبداو ليديز فيرست ساعة القوام الرشيق نتاع النساء راهو مربوط برشا عوامل فيها وراثة فيها الولادة خاطر زاد اللي يولدوا الحبالة الأولى والثانية يتبدل شوية فما بالفيرسمون هرمونال في البدن يتبدل اللي كان تقرا وتديونت وتتحرك ومن بعد تشد الخدمة اللي تقعد قدام ميكرون ولا تبيرو تتبدل نعمة العيش اللي ما كانتش تطيب تولي تعرس وتولي اوبليجي باش طيب وخاصة في الليل ولازم تعشى مع رجال وكل شيء فما برشا ضغط فما برشا تبديل. اللي هو اللي ينجم يغير لنا لوغلوج بيولوجيك نتاع بدنا نجم نقولوا والا عاداتنا في الماكله. ينجم يغير اما مش معناها فاتاليتي مش معناها باش تتغير الظروف تتبدل الظروف نتاع المراه زاده لازم تبدلها يعني اللي ما كانش تعمل في الماكله. اول حاجه لازم تاكل قد البزمه
معناها زي ما تتبع احساس الجوع الصحيح، احساس الشبع الصحيح. شيخه زاده بالماكله كنا حكينا عليه في الحلقه الفارطه. اي يلزمها تتبعوا. مي بالنسبه لخاصيات النساء عندهم حاجه تخص الحديد في الدم، خاطر فما العاده الشهريه وفما نضيعوا برشا حديد، لازم ناكدوا اللي يلزمهم اكثر حاجات فيهم حديد من اللحم، من الحوت، من الكبده، من الدجاج، هذوك الكل، والا من المصادر النباتيه اللي هي البقول والحاجات الخضراء الكل، المعدنوس والسبناخ وهذوك، ومعاهم لازم فيتامين سي، خاطر الامتصاص نتاع الحديد لازم الفيتامين سي يعاون ياسر باش الحديد هذاك انسوفيكس وزاد توقيت الفيتامين سي. ودكتور الفيتامين دي زاد بالنسبه للمراه، اي باش نحكي عليه زاد. الفيتامين دي اللي يخص خاصه العظام والاستيوبوروس، خاطر النساء معرضين اكثر باش للهشاشه تاع العظام من بعد في عمر اللي من بعد. ميرسي بوكو. احنا خلينا نمشي ونعملوا طلعه على اورما بوتيك او بوتيكات اورما للناس اللي تتبع الفاشن الموضه، للنساء والرجال وحتى الصغيرات عندهم نصيب كبير في اورما اللي موجوده في اكثر من نقطه بيع، من الحمامات لقاوهم في سوسه، لقاوهم في سكره، في سياق سي بوكو دو بوان فونت. دونك نشوفوا الفيتير هذايا ونرجعوا لكم. I'm nature. I'm free. I'm unique. I'm Hurma. دونك تحبوا تاخذوا اكثر معلومات على اورما، ادخلوا الباج فيسبوك الا انستغرام اورما اوفيسيال، والا زاد كيف كيف تعملوا لاشا اون ليني، تشريوا قطيعات ولا حوايج اون ليني من السيت ويب نتاعهم اورما. دونك للناس اللي مغرومين بالموضه الكل، سي اون تري بون ادريس، رابور كاليتي بري من احسن ما تختار. احنا خلينا نمشيو توا بحذا الشيفه تحيه باش تعمل فاسوناج نتاع ليوبار نتاع لا مازال ليوبار باش نخليه يرتاح شويه باش نحضر كعابر السردينه، خاطر يلزم يتيبو. الوغ هوني عندي سردينه انا عملتها اون فيلي، غسلتها ونحيت لها الشوك والسلاسل بتاع ظهرها، كل ما هو شوك فيها يتنحى. نجي ونحطها في الماكينه هذيا، نرحيها ماكينتي بالطبيعه سياغ تخدم، معناها تتخلط ديريكتومون في الماكينه، نحيو القشور نحيو الشوك. توفاسون شوك السردينه هو معروف اللي هو جويد ياسر، معناها حتى كي تجي فما شوكه ما تقلقش بالكل. نجي اول حاجه نرحيوها شويه هكايا ضربه خفيفه، ومن بعد نحطوها نفوحوها. هذا جوست نلقى السونس نتاع هي هذوما بنادق، الخاصيه نتاعهم هي بنادق. لكن هذا بلاش حس شافت هاي كيفاه؟ لاشواغ بلاش حس، ما تعملش حس ماجيك، حس سيلونسيوز. هذوما سبيسياليتي نتاع المهديه، ونحيي اهالي المهديه اللي هذه سي جو سبيسياليتي نتاع مهديه هذه نفاح هكا والبنادق. اي البنادق هذوما بالذات، خاطر فما برشا انواع نتاع كعابر سردينه، كل ريجيون شنو هي كيفاش تعمل. قبل يعملوا بها حتى الكسكسي شيف زاد. يعمل لا هذيك كعابر اخرى. هذوما البنادق نتاع المهدية عندهم الخاصية نتاعهم، حتى الفيح نتاعهم اي تخي سبيسيال، يحطوا لهم بسباس ملحي. علاش كل نهار خميس تطلع للمهدية يا شيخ؟ لا 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 سان غيان افواغ. هوني نحطوا بزايد بسباس مرحي، بسباس شايح مرحي، نحطوا سنات ثوم، نحطوا شوية نعناع في نفس الخطا، وفات نفوحهم كيما نفوحوا البنادق بالضبط، نحطوا لهم شوية كركم، الكل في الأشواغ. نجيو ديما يقولوا مع الكركم يلزم شويه فلفل اكحل،
الدكتور ياكد لنا المعلومه خاطر يقولوا ليفيكاسيتي نتاعو ما تصير الا او كونتاكت مع الفلفل الاكحل. ما نعرفش علاش ديما يقولوا هنا مي انا نعمل بها الوغ نجي والله ما عنديش المعلومه لو جاده ما عنديش المعلومه دكتور شاطر انا نتعلمه منك شي قالك الدكتور ما عنديش معلومه انا ما نعرفش اما برشا طب قالوا لي ديما الكركم والفلفل الاكحل معناها ما يعطي ليفيكاسيتي نتاعو دون لو كور كان كي يبدا اون كونتاكت ديريكت فلفل اكحل وكركم. معلومه ريتها ذوقني وانا نقول لك يا شيخ ريتها في برشا ريتها في برشا طب مي جو سي با بوركوا بون هوني نتبعوها بالعظم وحده وحده ما نكثروش العظم على خاطر من بعد تولي مهرونه مي من الاول نحطوا كعبه ومن بعد نزيدوا ونشموا الفاح ريحتها فاوحه بالكدا مي كي تذوقوهم صدقني مطعم السردينه بالبسباس وبالفاح حاجة بنينة برشا كي نغيانا فواغ من السردينة اللي نعرفوها بالخاص كي تبدا فرشكة هكايا ما غير ما معناها فغيمون وحدها تعطي نكهة بنينة ياسر. نجي نرحيها فما حتى معناها احنا قبل ما كانش عندنا الميكانيزم هذا الكل كنا نمرسوها بيدينا. نحي الرحى نحي اللام منها ونجي ناخو تكبس تاع اللام بيان سور خاطر العجينه تكبس الوغ نحي اللام عندي معون بالماء بجنبي وباش نبدا نشعل الغاز ونبدا نكعبر في البنادق ونرمي في قليه فيها من غير فتين زيت ما حطيتش ياسر انا زيت ما نحبش برشا زيوت جوست حتى بشويه مغرفه واحده زيت انتشوهم هما وحدهم يحمروا قبل ما نطيبوا بهم معناها تنجموا تعملوهم بنادق كما تراو فيهم هكاي ومن بعد تجبدوا منهم وتطيبوا تحطوا عليهم تعملوا بهم عجه تعملوا بهم مقرونه تعملوا بهم اي حاجه تجي بالبنادق كيما نطيبوا بالبنادق العربي نتاعنا كيما نطيبوا ديما يدينا نبلوهم بالماء ناخذوا شويه من الكعابر هذوما نكعبروا هكايا ونرميو ديريكتومون في القلايه هذوما نكملهم ومن بعد نرجعوا مع بعضنا في الليوبار اللي باش نوريكم كيفاش الزينه نتاعو اللي حضرت مقرون. الناس اللي تسال فينا وين ولد الدار وين ولد كونفورتكس وستيم تلقاو رستم بيان سور في موجود في ستان سبيسيال في معرض الكرم ابتداء المعرض هي من نهار 18 فيفري تلقاو رستم بوهلال والتيم كامل ستاف كامل ديكونسيي محطوطين على ذمتكم من كونفورتكس الدار الكبيره ستيم باش يعطيكم المعلومات الكل على مميزات لي ماتلا نتاع كونفورتكس الكل لي موديل الكل لي فورما الكل لي كاركتيرستيك الكل تلقاوهم بيان سور موجودين في معرض الكرم اي سبيسيالمون في ستان الخاص بكونفورتكس. دونك توحشناك يا رستم وماذا بينا ترجع بحضنا في اقرب وقت وغدو بيان سور زاد كيف نلقاو تقرير خاص طبعا بكونفورتكس. دونك احنا نخرجوا فاصل ونرجع نكملوا معكم بقيه حلقتنا اليوم للويكاند. بن مرياح علاش ليه؟ يا اللي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وردة سرنا المحبة تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ سمحت شيف مسهل هالبنة
هاي لانتر موبل ورايا. الله 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 الله، اخي انا في تونس عن هذا الكل ومن في بليشة. مرتاحة هذه قاعد خمسة عائلات. حنينة ومذهبة ذو قرب وعشرين. هذه عمي ما حليها، أما هذه اللي اخترناها. محلاها والله يا سيدي، مرتاحة الحق مرتاحة، كاني محشية بريس النعام. أما يا بنيتي ما تعرف غالي علي وأنا ما نجمش بصراحة. يا تحفونة يا تحفونة، مرحبا بك يا سيدي، تفضل. قديش الصالة دي؟ 1299. مانيش نحكي على الطاولة، نحكي على الصالة. اي 1299 كهو. شوف عايش بنتي، انا ما نحبش فادليك راهو، اعطيني الصوم. حاشا بابا، هذا هو صومة 1299 كهو. كهو؟ اعطيني تو فاتوتي، تو الخمسة، تو. وبيت النوم. بابا هذه بيت النوم اللي اخترناها. ملا خدمة، ملا ذوق، وملا فينسيون. هذا من ذوق 24، هذا ذوق 58. ملا راحة، ملا كونفور. اسمع يا ولدي، ظهرني بالكونفور هذايا، مش نبدل أمك. جو البروموات والافاريات والدلال ما تلقاوه كان مع تي ديسكاونت. L'offre du jour. Presse agrumes électriques de la marque espagnole Chicotec d'une puissance de 600 watts et dotée d'un régulateur de pulpe et un levier à pression. Avec Chicotec, le jus quand vous l'avez jamais goûté. تي ديسكاونت أحسن سوم في تونس.